نعم، ما كانت البلاد تعرف الفتن وتعرف المظاهرات وتعرف الشرور، كان الناس على دين وفطرة. الشيبان الأوائل كانوا يحبون ولاة الأمر، وولاة الأمر يحبونهم، يجالسون بعضهم، والقصص في هذا كثيرة. ما كان عندهم هذه الفتن، وما كانت هذه الجماعات ظهرت لتفسد بين الناس وبين ولاة الأمر، فما كانت الحاجة داعية للكلام في هذا الباب. لكن لما كثر المفسدون وظهر دعاة الباطل والتحريش وتعليم الناس الخروج على ولي الأمر باللسان أو بالفعل، وجب على طلاب العلم أن يبينوا أن الخروج على ولي الأمر المسلم مهما كان حاله حرام، وأن إهانة ولي الأمر المسلم حرام، وأن الخروج بالمظاهرات المفسدة المعطلة لمصالح المسلمين حرام. وأما أن هذا إنما عرفنا أنه حرام اليوم فلا، بل نصوص الكتاب والسنة دالة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وعلى حرمة الخروج عليه بأي أنواع الخروج. ولكن الكلام في هذا والإكثار فيه مما اقتضاه الواقع المعاصر، فهذه شبهة داحضة باطلة. لم يخترع هذا الأمر اليوم، بل هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني بيان حكم هذه الأمور. ولكن لما كان الناس في سلامة ومحبة والبلاد قائمة على الخير فيما بين الناس، لم يحتج إلى التحذير من الخوارج والخروج والمظاهرات. لكن لما وجد السبب وجب علينا أن نبين الحق وأن نحمي البلاد والعباد. نعم.